الحرب في أوكرانيا إن كانت فيها نقطة إيجابية فهي أنها دفعت البلدان الأوروبية إلى التفكير حتى وإن كانت تعيش بسلام أن عليها الاستعداد لأي اعتداء محتمل. الدول الأوروبية التي كانت في غالبيتها لا تنفق إلا مبالغ محدودة جدا على الدفاع باتت اليوم تبذل جهدا كبيرا من أجل زيادة إمكاناتها العسكرية. ما ذكرته في ندوة قبل أيام أن الأوكرانيين من دون دعم المعدات الأوروبية والأمريكية لم استطاعوا أن يصمدوا في وجه الجيش الروسي، ولو توافرت المعدات من دون وجود عزيمة الأوكرانيين على الصمود لما كانت المعدات لتنفع في شيء. فكرت في هذا الأمر عندما كنت وزيرة للدفاع وشكلنا مجموعات من وحدات خاصة يمكنها أن تتدخل سريعاً. قمنا بمناورة تدريب مشتركة مع الاتحاد الأوروبي وأنشأنا مصانع مشتركة وأنشطة مشتركة من خلال فرقطات أو شيء من هذا القبيل. يجب تعزيز القدرات، هذا بالإمكان تحقيقه بسرعة نسبياً، وهذا يتيح لأوروبا أن يكون لديها دبلوماسية فاعلة. أعتقد أنه لا توجد دبلوماسية من دون دفاع.